مهندس الصوت السوداني أحمد يوسف، المولود في مدينة أم درمان حي أم بدة في شهر مارس 26 مارس 1984، والآن يعمل مهندس صوت في المركز الثقافي العالمي بمونتريال كندا. Challenges, call me the ambitious one who goes against the dangerous one. How many times back tricky spirits started crying me? Team of prophets in my system, yeah, salute me. That's part of my identity. Don't try to insult the light, cause God will send you warning signs. So don't become dumb, deaf, or blind when I plan an inaccuracy. I finish the evil doers with no mercy. What do you think? My name is Real D, Real Deal. Into a high spirituality, I accomplish a great level of maturity. Love to rock my heart out, my dream is a must, and there's no room for any doubt. Shout out to the whole NYC, Tennessee, in a high degree, rising victory, positive energy. I'm right here, I'm right here. Gotta step up, man, I ain't staying in the rear. Devils can't touch me or even hush me. Ready as day, high source, real day. I'm right here, I'm right here. Gotta step up, man, I ain't staying.
علي عثمان محمد طه مفجر الثورة الثقافية في السودان لإنقاذ دين الفطرة من الهوس الديني في وادي النيل. مدرسة علي عثمان محمد طه للسلام العالمي أسسها المركز الثقافي العالمي بمونتريال في يونيو السنة 2005 ميلادية بإعانة المنظمات الفرنسية الكندية. المركز الثقافي العالمي بكندا وفروعه في الولايات المتحدة الأمريكية يعمل جاهدا في سبيل ترسيخ السلام في العالم بطرق مختلفة وأساليب متنوعة. وخلاصة الدراسات والأبحاث تهدف إلى كيفية خلق السلام في النفس الواحدة. فإذا سلمت العقول من الأوهام والأباطيل والقلوب من الحقد والأضغان والكراهية تحقق السلام. والسلام الخارجي ما هو إلا انعكاس لسلامة النفوس. وكل الأديان لم تأتي إلا من أجل السلام. وقد أسس المركز الثقافي مدرسة علي عثمان محمد طه للسلام العالمي لأن هذه الشخصية خير نموذج في العالم العربي والإسلامي لترسيخ السلام. وقد رصد هذا المركز حياة علي عثمان منذ صباه فوجدها مدرسة أخلاقية عمادها السلام والأدب. وعند البحث عن خلفيته عرف أن مظهر حياته المنظم والمهذب ما هو إلا نتيجة لتربيته في البيت والمدرسة تربية رشيدة مستوحاة من البيئة السودانية التي تدين بدين الفطرة وهو الإسلام من غير تعصب ولا هوس ديني، إنما هو اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أخلاقه. وما أخلاقه إلا نتيجة لممارسة منهاجه في العبادة والمعاملة. هذا المنهاج لتهذيب النفس وتقويمها ليجعل العقل يقود النفس في كل منحنيات الحياة ومطباتها وأغوارها. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الدابة هي النفس، والذي يقودها ويأخذ بناصيتها هو العقل. لذا جاء محمد الكريم بدين الفطرة. المعلم في هذا الدين هو العقل الذي تأدب بأدب الشريعة وأدب الحقيقة. دين الفطرة الذي نتعلمه في مدرسة علي عثمان محمد طه هو لا يعني تجمع رجال الدين ونقاشهم في أمور الدين لسياسة الدولة وحماية الإسلام. ما تعلمناه في مدرسة الأستاذ علي عثمان أن الدين ليس له رجال، إنما الدين مكانه القلب إذا كان إسلاميا أو مسيحيا. مهمة الدين هي خلق القلب السليم والعقل الصافي. الأستاذ علي عثمان محمد طه يعلم الأمة بلسان حاله
أن السلام هو ثورة فكرية. يعلمهم بلسان حاله أن السلام هو ثورة فكرية وثقافية لتغيير الواقع المتخلف والمتحجر. والإسلام ينبع وينبثق من البيئة السليمة التي تربى أبناؤها وبناتها على أن الدين المعاملة، هذا بصورة تلقائية دون اللجوء إلى منابر رجال الدين أو الالتفاف حول الفقهاء والملتحين والمتعصبين في البيئة المسلمة. يتعلم النشأ ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام بتربية أمه وأبيه المسلمين، فإذا صلى كصلاة نبيه وعامل الآخرين كمعاملة نبيه للأحياء والأشياء أصبح محبا ومحبوبا. أقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا ذهب إلى المدرسة ووجد أخاه المسيحي أحبه وعامله بإحترام وسلام، لأنه نشأ وتربى على محبة الأحياء والأشياء. هذه الدراسات في مدرسة علي عثمان مستوحاة من حياة هذا الأستاذ السوداني الذي يتوقع المركز الثقافي العالمي أنه سيقود الثورة الفكرية في وادي النيل لمعرفة دين الفطرة، لمعرفة دين الفطرة وإحياء هذا الدين في النفوس تلقائيا، نفوس المسلمين والمسيحيين في آن معا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ماذا يعني لفظ المسلمون؟ المسلمون يعني كل الأحياء والأشياء. له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل الأحياء والأشياء مسلمة إلى الله ومسلمة إلى الله طوعا أو كرها. وعظمة نبي المسلمين قد أتت من تعظيمه وتقديره لكل حي وكل شيء. ألم يقل اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ أقالوا ولو بشق تمرة يا رسول الله؟ أقال كم فيها من مثاقيل الذر؟ فإذا كان تقديرنا لشق التمر البسيط ينجينا من نار جهنم، فما بالك تقديرنا للإنسان؟ ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. هذا أبرز ما تعلمناه من شخصية الأستاذ علي عثمان محمد طه. فإذا كنا كذلك أحبنا المسيحيون واليهود وكل الملل وكل الطوائف لاستيعابنا بمحبتنا كل الاختلافات. يلاحظ في حديثي وخطاب علي عثمان محمد طه لا يستعمل كثيرا الآيات القرآنية، لأن حياته أضحت قرآنا متحركا علما وعملا بمقتضى العلم. ومن قرآنه أسري لقرآني وآياتي. هذا هو دين الفطرة
الذي يليق بعهد التكنولوجيا والحضارة. هذا الأستاذ الآن قدوة للأخلاق، هو قدوة الأخلاق الكريمة في وادي النيل لخلق السلام بلسان حاله أكثر من لسان مقاله، فهو المستشار اقتصاديا وسياسيا لشعوب وادي النيل. هذا هو الذي يحقق حلم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أقالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ أقال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. وما سنته إلا التقاء الفكر بالواقع، الفكر المهذب والمروض بأدب الحق والحقيقة، بأدب الشريعة وأدب الحقيقة. فالحقيقة المحمدية هي رجولة العقل البشري، فإذا ترجلت العقول لا يمكن إلا أن يحل السلام في الأرض. فليس بعاقل من يهوى التخريب والتحطيم والقتل والفتك، إنما رجولة العقل هي في السلام، إنما رجولة العقل هي في السلام، التنمية، التعمير، التربية، التعليم والإرشاد الحكيم. مهندس الصوت السوداني أحمد يوسف، المولود في مدينة أم درمان حي أم بدة في شهر مارس 26 مارس 1984، والآن يعمل مهندس صوت في المركز الثقافي العالمي بمونتريال كندا. I said, "Ahoy, ya, ya!" I said, "Ahoy, ya, ya!"